تحليل لوكالة الأناضول منشور في 26 من مايو أيار من عام 2021 بعنوان حماة النيل، رسالة سودانية مصرية ردت عليها إثيوبيا. بوتيرة متسارعة تتطور العلاقات العسكرية بين السودان ومصر فيما يشبه الشراكة بين جارتين تواجهان تحديات إقليمية متشابهة، أبرزها سد النهضة الإثيوبي على النيل الأزرق الرافد الرئيس لنهر النيل. فلم تمضي سوى أشهر على تدريبات عسكرية جوية مشتركة، كانت الأولى بين البلدين، حتى بدأ الجيشان مناورات برية وجوية جديدة تحت اسم حماة النيل. وهذه الخطوات العسكرية المتناسقة بين البلدين العربيين تثير بحسب متابعين تساؤلات بشأن توقيتها في ظل تطابق موقفها تجاه سد النهضة. وبينما اعتبر محلل سياسي سوداني في حديث للأناضول أن تمرين حماة النيل يمثل إشارة من الخرطوم والقاهرة، يبدو أن أديس بابا ردت عليها بالفعل، حيث حشدت قوات على حدودها مع السودان وبدأت ملأً ثانياً لسد النهضة بالمياه وفق مسؤول سوداني وتقارير صحفية. وفي 22 من مايو أيار عام 2021 أعلن الجيش السوداني في بيان تمرين حماة النيل مع نظيره المصري، وأوضح أنه سيجرى تنفيذ تمرين حماة النيل الذي تشارك فيه كل من القوات البرية والجوية والدفاع الجوي من الجانبين في مناطق أم سيالة والأبيض ومروي، وهو امتداد لتمارين سابقة. وفي اليوم نفسه أعلن المتحدث باسم الجيش المصري العقيد تامر الرفاعي وصول قوات برية وبحرية وجوية مصرية إلى السودان للمشاركة في تمرين حماة النيل. ونقلت وسائل إعلام عربية في 22 من مايو عن نائب رئيس أركان الجيش السوداني عبد الله البشير قوله إن القوات المشتركة ليست بالقليلة، وهذا التمرين له ما بعده، فهو امتداد لعدة تمرينات مشتركة مع مصر. وتابع التدريبات ليست معنية بشيء بعينه، وسد النهضة يمكن أن يكون جديداً والتدريبات غير مرتبطة به، لكننا نقول إننا نستفيد من خبرات الآخرين لنكون مستعدين للدفاع عن حقوقنا لأبعد الحدود. وتتزامن المناورات مع تعثر مستمر لمفاوضات سد النهضة برعاية الاتحاد الإفريقي منذ أشهر، كما أعلن كبير المفاوضين السودانيين في ملف السد مصطفى حسين الزبير خلال مؤتمر صحفي في 25 من مايو أن إثيوبيا بدأت بالفعل الملأ الثاني للسد بالمياه. وتصر إثيوبيا على ملء ثان للسد يعتقد أنه في يوليو تموز وأغسطس آب المقبلين، بعد نحو عام على ملء أولي حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق، بينما يتمسك السودان ومصر بالتوصل أولاً إلى اتفاق ثلاثي للحفاظ على منشآتهما المائية وضمان استمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل. وفي أقوى تهديد وجه إلى أديس بابا منذ نشوب الأزمة قبل 10 سنوات، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن مياه النيل خط أحمر، وأي مساس بمياه مصر سيكون له رد فعل يهدد استقرار المنطقة بالكامل. وفي 22 من مايو قال المستشار الإعلامي للقائد العام للجيش السوداني الطاهر أبو هاجة إن حماة النيل هو قناعة السودان ومصر الراسخة بضرورة العمل الاستراتيجي المشترك لمواجهة التهديدات المحتملة وضرورة التنسيق المحكم للدفاع عن المصالح الحيوية الاستراتيجية في البلدين. وأضاف في تصريحات صحفية أن هذا التمرين يأتي ضمن البرامج التدريبية المعد لها بين الجيشين السوداني والمصري. وأوضح أبو هاجة أن التمرين عبارة عن مناورات مشتركة بين القوات الجوية والدفاع الجوي والقوات البرية السودانية والمصرية، وتدار بواسطة غرفة قيادة مشتركة. ووفق عثمان فضل الله محلل سياسي سوداني في حديث للأناضول، فإن توقيت المناورات العسكرية السودانية المصرية
وتسميتها حماة النيل يمكن أن يقرأ في إطار استعداد البلدين لحماية مصالحهما في مياه النيل. وأردف أنه من الواضح أن جيشي البلدين يعملان بتنسيق وتوافق تام على تنفيذ أي عمل مشترك أكثر من أي وقت مضى. ورأى فضل الله أن هذه التحركات العسكرية هي بمثابة إشارات يرسلها البلدان في ظل التعنت الإثيوبي بشأن سد النهضة، وهذا ما دفع أديس بابا بحسب تقارير صحفية إلى حشد قواتها على الحدود السودانية. وفي يوم إعلان التمرين المشترك أفادت تقارير صحفية بأن إثيوبيا دفعت بحشود عسكرية وميليشيات من عرقية الأمهرة إلى حدودها مع السودان، وهي مزودة بعتاد حربي ورشاشات قناصة ومدافع ودبابات. إلا أن فضل الله يستبعد نشوب حرب بين الدول الثلاث، لا سيما أن دولتين منهما تعانيان مشاكل داخلية عديدة خاصة السودان، فهو في وضع سياسي واقتصادي هش يجعله لا يفضل خيار الحرب. وزاد بأن الجيش السوداني الآن في وضع جيد، لا سيما أنه لا توجد بؤر توتر كما كان سابقاً، لكن جاهزيته للدخول في حرب قد لا تجد مؤيداً، فاقتصاد البلاد يعاني ولا يمكن أن يمول حرباً جديدة. ويعاني السودان أزمات متجددة في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، بجانب تدهور مستمر في عملته الوطنية وارتفاع مضطرد في معدلات التضخم، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع. ودفعت احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية قيادة الجيش السوداني في 11 من أبريل عام 2019 إلى عزل عمر البشير من الرئاسة، ومنذ 21 من أغسطس عام 2019 يعيش السودان مرحلة انتقالية تستمر 53 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات مطلع عام 2024. يتقاسم السلطة خلالها كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الخرطوم اتفاقاً لإحلال السلام في 3 من أكتوبر تشرين الأول الماضي. واستطرد فضل الله كما تعاني إثيوبيا مشاكل وأزمات داخلية، فإدارة رئيس الوزراء أبي أحمد تواجه إشكاليات عميقة ولا يمكن لها حالياً الدخول في حرب خارجية في ظل نزاع داخلي كبير.